إذا كنت عم ترفضي تتزوجي من وهاج بس لأنه رفيق شازمة بتكوني غلطانة. صعب إنك تلاقي شاب طيب وشريف مثله. بعد كل شيء قالته اليوم، معقول لساتك مفكر إنها صادقة معك؟ وإنه عن جد ما بيهمها المصاري والأملاك اللي عندك؟ القصة مو هيك سارة، هي حاسة بالخطر بعد ما سمعت بزواجك. حست إنه إذا كان في صهر بيت أكيد ما رح تكون مرتاحة. شو فيها إذا كتبت لها بيت باسمها؟ أنا كتبت باسم أمك أملاك كمان. بابا أنا بترجاك لا تقارنها بأمي بأي شيء. أنا بعرف إنه وهاج بده يخطبني بسبب شازمة بطريقة أو بتانية، لهيك مستحيل إني أتزوجه. ماشي، أنا ما بدي أفرض عليكي قراري. خدي وقتك وفكري بالموضوع. بعد ما شفت مزاجك وتصرفاتك قررت إنه زلمة بسيط مثل وهاج رح يكون كتير مناسب إليك. شخص يكون بيحترمني وما بيفرض كلامه مثل ما بيعملوا كل الأزواج بالعادة. شخص بيقدر يساعدني بشغلي، وهيك فيك تبقي بهذا البيت قدام عيوني. ليش ما بتقول إنك عم تدور على زوج لبنتك يقبل على حاله يكون صهر بيت؟ ويعني إذا لهالدرجة عاجبك وهاج ففيك ببساطة تتبنى، أنا ما عندي مانع. أنا قلت لك رأيي بالموضوع، أما إذا أنت كان عندك حدا تاني أحسن من وهاج فيك تخبريني، رح أنهي القصة فورا. بس ما بدي إياكي تعملي شي غبي مرة تانية وتشوهي في سمعتي بين الناس. تعبت كتير ليصير عندي اسمي ومكانتي، ما بدي كل هذا يضيع كرمال واحد تافه مثل رومي. بس أنا ما جبت سيرة رومي أبدا. كتير منيح، لا بقى تجيبي سيرته هاي إذا كنت بتعرفي مصلحتك. أنا رح أعطيك شوية وقت فكري بالزواج عمهلك. ما فيني أرفض عرض وهاج هلأ، بصراحة الجماعة متوقعين مني وافق. بتمنى منك ما تخيبي لي أملي. لتكون وافقت على الزواج؟ ايه وافقت على الزواج. ابي انا زلمي فقير وشريف خايف من الذل، وفوق شرفنا حاملين حياتك بين ايدينا، بلكي صار لك شي يا ابني. انا ما رح يصير لي شي ابي، ما فيهم يعملوا لي اي شي ابدا. بس ما بدي اسمع ولا كلمه بهذا الموضوع. انا فكرت كتير بالموضوع قبل ما قرر، هذا الحل الافضل للعيلتين. لا ابي مستحيل يصير هيك، ما بتقدروا تعملوا فيني هيك. اهدأ ابني، أنا كمان مثلك ما بدي هديك البنت التافهة تصير كنتي، بس أنا بصراحة مو متوقعة أي خير منه. هذا اللي هن بالدنيا، هذا اللي هن خططوا له من الأول، هن كانوا عم يجربوا يخصبوني ووافق على طلبهم. يا عمري مو بس أنت، أنوار عم يحس بالضغط، شبانة مبارح حددته إذا ما بتتزوج ساجور رح تحتفظ بالولاد ورح تطلب الطلاق من أنور ومستحيل ترجع على البيت. بس الموضوع بيتعلق بمستقبل الأولاد، حياة كتير أشخاص واقفي بين إيديك، قرار واحد منك بحل كل المشاكل يلي ممكن تصير. أخي بترجاك تقبل بهذا الزواج وإلا رح يصير كتير مشاكل. ابني لازم توافق، أنت ما عندك حل تاني أبداً. مبروك ساجا انبسطي، وهي أخيراً انحلت قصتنا. يعني زاهين وافق؟ ايه زاهين وافق، وامه اللي شايفه حالها وافقت كمان. جايين لعنا يوم الجمعه مشان قرايه الفاتحه، هنن عم يفكروا يزوجوكم باسرع وقت ممكن. ما عم صدق السرعه اللي صار، انا ما كنت متوقعه انه الامور تكون بهي السهوله. بس بالاخير كل شيء صار بفضلك انت. بس غريب كيف زاهين وافق بهالسهوله. ما بعرف شو بدي اقول لك، بس امبارح في جماعه ضربوا زاهين بالليل واخذوه على المستشفى اسعاف. هيك صار، بعدين هنن شاكين بأخي رضوان إنه عمل هيك. شو؟ هذا يلي صار. بس بتعرفي إنه إجت هاي القصة من مصلحتنا؟ هاي الحادثة جبرت عيلة زاهين يوافقوا بسرعة. أنا بالأول كنت خايفة إنه زاهين ما يوافق، بس ليكو وافق. أنا رح أتصل بزاهين وبارك له. لا ما في داعي تتصلي فيه وتباركي له، أكيد بيكون معصب لأنه كان كتير صعب على أمه إنها تقنعه. لا تقلبي الطاولة علينا وتتصلي فيه،
انت بس اصبري لك كم يوم وهو اكيد رح يهدى بعد هيك، بعدين رح ينسى كل شيء. انت بس شغلي لي مخك واصبري شوي، فهمتي؟ امتى بدك تتعلمي تفكري قولي لي. روحي هلا وجيبي لنا عصير جزر، قومي تحركي. عن جد اليوم كتير شوب، مو معقول. أنا رح أعطيكي شوية وقت فكري بالزواج عن مهلك، ما فيني أرفض عرض وهاج هلأ، بتمنى منك ما تخيبي لي أملي. ألو، كيفك سارة؟ أنا اشتقت لك كتير. أنا منيحة. بس مو شكلك منيحة أبداً. أنت ما عاد شفتي حدا ولا حتى حكيتي مع أي حدا. بعرف إنك مزعوجة بعد يلي صار، بس إذا بتبقي على هالحالة بهالطريقة أنت رح تكتئبي أكتر يا سارة. شو بدي أعمل؟ طلعي برات البيت. شو رأيك بكرة نروح على المطعم يلي بتحبي؟ مو جاي على بالي روح على مكان. ما بدي اسمع أي عذر، خلص أنت رح تجي. أنا ما فيني شوفك زعلانة هيك. رح نطلعك من موجة الحزن هاي. خلص أنت رح تجي على المطعم، اتفقنا؟ ماشي رح حاول اجي. ما بدي تحاولي، بدي اياكي تجي. لوين رايحة وانتي مزبطة حالك؟ انتي شو دخلك؟ بعد كل الشغلات يلي عملتيها والمشاكل يلي صارت بظن انه الشي الطبيعي اني اسألك، ما هيك؟ انتي لوين رايحة ومع مين؟ بحب خبرك اني طالعة اتغدى مع رفيقتي أليشبا بالمطعم يلي انا بحبه. بدك شي مني؟ اوه قلتي لي أليشبا. طالعة تتغدي مع أليشبا ولا ليكون رايحة لحتى تشوفي رومي؟ خرسي. وشو حيصير إذا ما خرست؟ ولا لتكوني نسيتي إنك أهنتي حالك على قد ما فيكي. أنا بنصحك إنه ما عاد تحلمي برومي، لأنه بالأخير إحسان رح يزوجك لوهاج. تعرفي إني أنا ووهاج رفقة وكتير مقربين؟ إذا بتزعجيني أنا بوعدك وقتها رح تعاني كتير معه. ما في داعي تحللي على كيفك، أنا ما رح أتزوج وهاج شو ما كان الثمن. تعرفي شو سارة؟ أنا حصلت على كل شي كان بدي إياه بحياتي. كان بدي إجي على هذا البيت وإجيت، وهلأ ما رح أرتاح لحتى زوجك أنتي ووهاج، كوني متأكدة. تذكري كلامي، أنا بموت بس ما بتزوج وهاج. إيه منشوف منشوف. ليش عم تتصلي فيني؟ ما بدي أحكي معك أبداً. اسمعني كتير منيح رومي، إحسان قرر يزوج سارة لوهاج بأسرع وقت. إجتك فرصة ممتازة هلأ. سارة طلعت تاكل برا مع رفيقتها بالمطعم يلي بتحبه. هي قالت لي إنها عطول بتروح لهونيك. أكيد أنت بتعرف وينه. روح لهونيك فوراً وأحكي معه بالموضوع. أنا بعرف وين راحت، بس كيف اقتنعت تتزوجه؟ رومي لازم تفهم إنه هي فرصتك الأخيرة لحتى تتزوج من سارة. إذا كنت عن جد بتحب سارة وبدك تتزوجها وما عم تلعب بمشاعرها، معناتها روح، روح شوفها واقنعها تتزوجك. بس هي ما عم ترد علي وقت اتصل، كيف بدي خليها تسمعني؟ مفكرة إنه كل هاي الشغلات كتير سهلة؟ هذا كلام ما بيحكو غير الجبناء يلي بيستسلموا بلا محاولة. إذا كنت لهالدرجة ضعيف معناتها كتير منيح إنه هيك صار معك. انت كيف بتتخلى عن سارة بهي السهولة؟ رح روح هلأ ورح حاول اقناعها لسارة لآخر مرة. ماشي، بالتوفيق.